وللحديث أكثر عن الصراع الأمريكي الإيراني واستخدام العراق ساحة للصراع في ظل فشل مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك مرحبتين. دكتور، السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي قال إن طهران لن تتخلى عن الميليشيات في العراق، وأكد أن على استمرار الدعم لها منذ عام تقريبا. قاآني أكد على أنه على الميليشيات تدبر مواردها. ما الذي اختلف اليوم ليصرح مسجدي باستمرار دعم الميليشيات من قبل طهران؟ بالحقيقة يعني طبعا تعرف إيران من الثورة الجمهورية إذا صح التعبير بدأت يعني تظهر معاداتها للولايات المتحدة من خلال احتجاز الدبلوماسية الأمريكان حتى يظهر لشعبه أنه هو معادي للولايات المتحدة، وأبقاهم حتى رهينة. ما طلعهم بعهد الرئيس كارتر الديمقراطي، إنما ساوم عليهم إلى أن جاء الرئيس الجمهوري ريغان بعد أن استفادوا هم من خلال لأن كان حرب العراقية الإيرانية، وريغان زودهم بأسلحة ما يسمى بإيران إيران جيت، زودهم بأسلحة بتمويل الخليجي السعودي خاصة. ولذلك بدأ الصراع الإيراني الأمريكي صراع الاستهلاك المحلي داخل إيران أولا، ثم من جهة أمريكا إظهار إيران كقوة دولية، كقوة دولية أو كقوة إقليمية تلعب دور فيما يتعلق بالخليج، لأنه الولايات المتحدة على الرغم من علاقاتها الكبيرة مع السعودية من خلال شركة أرامكو النفطية والأسلحة تجاهلت هذا الأهمية للسعودية والخليج، وتفضل إيران لحسابات سياسية دولية تتعلق بإسرائيل بالحقيقة. ولذلك إيران استفادت جدا من سقوط العراق أو احتلال العراق من قبل الأمريكان 2003، فصار لها أضعاء قوي جدا في المنطقة وخاصة من خلال أضعاف الجيش العراقي وإحلال ميليشيات. أول مرة سميت الحشد الشعبي رسميا، لكن الميليشيات صارت أكثر من حشد شعبي وأغلبها مساندة علنا إلى إيران، مما قوى موقع إيران مثل ما قوى موقعها في سوريا وفي لبنان والآن انتقلت إلى اليمن، في طبعا في ظل ضعف وتجاهل وتخلف الأنظمة خاصة الخليجية المنشغلة بالمظاهر والفانتازيات. طيب، مقطعان فيديو تداولهما النشطاء عن دور كل من سليماني وحسن نصر الله في إدارة عمليات الميليشيات الولائية في العراق، وهو ما يدحض حديث العبادي من جهة وقادة الميليشيات من جهة أخرى بالإمساك بزمام الأمور. هل بقي لتلك القيادات ما تقوله عن حديث السيادة المكرر ليل نهار برأيك؟ السيادة العراقية ما موجودة من 2003 لحد الآن، لا زال الوجود الأمريكي بشكل رسمي والتدخل الإيراني بشكل واضح، بس أي طبعا خاصة بعد العبادي الدكتور العبادي والرجل الكاظمي يحاولون التكلم بالسيادة، لأنه مجلس النواب مع الأسف مخترق والسلطة مخترقة، فالتحديث عن السيادة هو كلام فارغ. مثل الآن السيادة في دمشق هو سيد قاعد بالقصر الجمهوري لكنه مخترق من إيران وروسيا وتركيا وإسرائيل، ولذلك ما في سيادة بالحقيقة. وطبعا كان قاسم سليماني وحسن نصر الله والجماعات المشتركة معهم تلعب ولا زالت، يعني راح الرجل توفى ومات لكنه صار عشرات من أمثاله يتدخلون بشكل كبير في الحياة السياسية والاقتصادية العراقية والسورية وحتى باليمن نفس الشيء طبعا. بحسب موقع The National فإن طهران تكافح للحفاظ على شبكة تحالفاتها الإقليمية، ما أثر تلك الشبكة التي تمثلها الميليشيات على الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، وأين يقع العراق من هذا الصراع؟ الميليشيات هي عبارة عن أبواق
يعني ما نريد نقول كلمة أخرى عن أطباء الميليشيات التابعة طبعاً، كل الميليشيات التابعة للعالم تنفذ سياسات الذين التابعين لها. يعني حسن نصر الله ينبع بصوت إيران لما يقول تمويلي وتسليحي وكل أموالي هي من إيرانية، فينفذ سياسة إيرانية. ولذلك الميليشيات في العراق أو في اليمن هي أيضاً تنفذ الأجندات الإيرانية. الإيران الآن قلت لك تحاول أن تصدر نفسها وبموافقة إسرائيل أيضا، لأنه هذا الثلاثي الإسرائيلي الإيراني التركي هو الذي سيحكم المنطقة. الإسرائيلي التركي الإيراني هو الذي سيحكم المنطقة العربية من ناحية العراق وسوريا والخليج، لأنه روح الوطنية، روح العروبة، روح التضامن، روح الجامعة العربية توفت تقريبا، إن لم نقل توفت فهي في علاج قاتل. ولذلك دور إيران الآن مقبول إسرائيليا، مقبول أمريكيا بالحقيقة. وهذا التجاذبات الخداع الجماهير بالواقع، إيران تكسب جمهورها لأنه تحارب الشيطان الأكبر، والشيطان الأكبر يضغط على دول الخليج المزيد من الضغط التي ذهبت بسرعة إلى إسرائيل وتحالفت معها لكن بدون مكاسب. في ظل فشل مباحثات الملف النووي الإيراني، هل تعتقد أن شبكة إيران الإقليمية الممثلة في هيمنتها على الميليشيات سيكون لها دور للضغط على أمريكا من خلال استهداف مصالحها؟ بالتأكيد، لأنه الضغط التهديد، يعني حتى استجابة الولايات المتحدة للضغوط الإيرانية هو استجابة دبلوماسية بالحقيقة، لأنه الولايات المتحدة كدولة كبرى كدولة عظمى احتلت العراق، لا ينبغي لها أن تنسحب كما يتظاهر بأنه استجابة. كلمة الاستجابة معناه أنه هي نطت فرصة ودعم معنوي إلى إيران. ولذلك الأمريكان يلعبون دور قذر، دور يعني استعماري آخر من نوع آخر بفتح المجال إلى إيران أن تلعب هذا الدور. فلذلك الميليشيات الموجودة في العراق لا تقبل من إيران طبعا تلعب دور، تضرب على السفارة، تضرب تحركات، بينما الأكراد طبعا يردون بقاء إيران. السنة الآن يردون بقاء إيران، العفو الأمريكا، بينما من جاب الأمريكا؟ جاب الأمريكان هم الذين دخلوا معها بنيسان 2003 وطالبوا أن يكون يوم إسقاط العراق تحريرا، طالبوا حتى هذا بحر العلوم طالب. ولذلك هذه الميليشيات تبقى تشاغل القوات الأمريكية، ومع الأسف الأمريكان يستجيبون لهذا لإعطاء دور لإيران. إذا انسحبت الولايات المتحدة ستدخل إيران بشكل كامل إلى العراق، ونفس الشيء إذا انسحبت الروس إيران ستحتل كاملة سوريا، وهكذا. هذا هو صراع نحن موجود. نعم، الدكتور حسن الزيدي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو رافدين.